السلام عليكم طلاب الباحث، طلاب الصف السابع. اليوم راح نحل مع بعض أسئلة الفصل الثاني من الوحدة الثانية في مادة العلوم. أثر الحرارة في تغير حالة المادة. جميعنا بنعرف أن المادة موجودة بحالاتها الثلاث، الصلبة والسائلة والغازية، لكن تحول المادة من شكل إلى آخر بيتطلب إلى وجود عمليات فيزيائية. هذه العمليات الفيزيائية لا تحدث إلا بانخفاض درجات الحرارة، بنسميها عملية تبريد، أو ارتفاع درجات الحرارة، بنسميها عملية تسخين. لو اجينا للعمليات الفيزيائية، نتذكر مع بعض ايش يعني تغير فيزيائي. احنا بنحكي او حكينا الفصل الدراسي الاول عن التغير الفيزيائي، تغير بيحدث للمادة بحولها من شكل لآخر دون المساس في صفاتها الأصلية. يعني على سبيل المثال، الماء مادة موجودة بالحالة السائلة، بستطيع اني احول الماء من شكله السائل الى صلب عن طريق ايش؟ تبريد الماء، انخفاض درجات الحرارة، بصير جامد، بصير جليد عندي. تمام، لو اجيت للجليد وحبيت اني ارجع احوله للحالة السائلة، انا شو بكون عملت؟ انصهار. اذا عملية تحول المادة من الحالة الصلبة للحالة السائلة تسمى انصهار، عملية تحول المادة من الحالة السائلة الى الحالة الصلبة تسمى تجمد. الجديد علينا في هذا الموضوع اني لازم اعرف متى المادة بتتحول من حالة الصلابة الى حالة السيولة والعكس، لانه الانصهار والتجمد عمليتان عكسيتان لبعض، بتحدث عند درجة حرارة ثابتة بنسميها درجة الانصهار. درجة الانصهار بتساوي درجة التجمد. هاي الدرجة بتكون المادة في حالتينها، الصلبة والسائلة. فإما باستمرار التبريد بتتحول للتجمد، أو باستمرار التسخين بتتحول للانصهار. تمام؟ لو اجينا للعمليتان العكسيتان الأخرتان، التبخر والتكاثف، أيضا بنحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية عن طريق التبخر بتسخين الماء. كذلك التكاثف، بستطيع أنا أني أحول المادة من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة عن طريق عملية التكاثف. طيب، شو الفرق بين الغليان وبين التبخر؟ التبخر بيحدث لسطح السائل فقط. التبخر بيحدث عند أي درجة حرارة بيتعرض لها السائل، ببلش عند السائل يتبخر. لكن الغليان هي عملية فيزيائية بتحدث للسائل لما يوصل لدرجة حرارة ثابتة معينة، عندها بتبخر كل السائل. إذا الغليان بيحدث لجميع أجزاء السائل، والغليان بيحدث عند درجة حرارة معينة. على سبيل المثال، لو حكينا عن الماء، شو درجة غليان الماء؟ 100 سيليسيوس. تمام؟ زي شو درجة تجمد الماء أو انصهاره؟ 0 سيليسيوس. هاي كانت باختصار مراجعة سريعة للعمليات الفيزيائية اللي هي بنسميها تحولات المادة من شكل إلى آخر. نذكر بس بشكل سريع إنه عملية التبخر بتتأثر بعوامل. يعني مثلا بدي أسرع من عملية التبخر، لازم أنتبه لدرجات الحرارة. كل ما زادت درجات الحرارة كل ما زادت عملية التبخر. العامل الثاني، كل ما زادت مساحة سطح السائل اللي بده يتعرض للتبخر، كل ما زادت عملية التبخر. العامل الثالث، الهواء الملامس لسطح السائل، كل ما كانت حركته أكبر، كل ما زادت سرعة عملية التبخر. كذلك ننتبه جدا لنوع السائل. كلياتنا بنعرف إنه لو كان في عندي مي وكان في عندي كحول، أيهما أسرع في التبخر؟ الكحول رح يتبخر بشكل أسرع من الماء. إذن هنا نوع السائل أيضا كمان بيأثر على عملية التبخر. فكانت هذه تذكير سريع بالمادة، واستفدنا معلومة جدا مهمة بأنه الجليد ينصهر ولا يذوب. يعني هنا شوي فتنا في كيفية التعبير بلغة عربية صحيحة. تمام، الجليد ينصهر ولا يذوب، لأنه الجليد مادة صلبة بتحول لمادة سائلة عن طريق عملية الانصهار، اتعرض لدرجات حرارة عالية، بلش الجليد يكتسب حرارة.
لكن لما نقول الجليد يذوب هذا الحكي خطأ، لأنه عملية الذوبان أيضا هي عملية فيزيائية، لكن بتتطلب لوجود مذيب ومذاب. بدهم ينتشر دقائق المذاب في المذيب حتى يكون لي محلول، وإحنا بالفعل الجليد عندي ما بيكون محلول، هو بتحول من شكل إلى آخر. إذا ننتبه لهذه المعلومة، لأنه في رح نتعرض لسؤال بيختص بهذا الموضوع، فحبينا ننوه عنه بشكل سريع. نروح مع بعض لحل أسئلة الفصل. السؤال الأول، ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة. العملية التي ينتقل فيها الماء من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة هي عملية الانصهار. السؤال الثاني، عند إضافة ملح الطعام إلى الماء ماذا يحدث في درجة التجمد أو درجة الغليان؟ معطيني خيارين، درجة التجمد تزداد أو تقل؟ كلنا بنعرف أن درجة التجمد بتقل، لأنه كان في عندي سؤال في صفحة 73 بجانب المربع الملون، الجليد ينصهر ولا يذوب عند تسخينه. كان في عندي سؤال، لماذا ترش الشوارع بالملح أيام تساقط الثلوج؟ لأنه الملح بيساعد على عملية انصهار الجليد، انصهار الثلوج الموجودة على سطح الشوارع. إذن بالتالي هو بيقلل درجة تجمد الماء وبيحولها من حالة الصلابة إلى حالة السيولة. هذا هو التنويه اللي حكينا عنه وإحنا بنراجع الفصل. كمان هذا السؤال ممكن يجيني بطريقة ثانية، عند إضافة ملح الطعام لو كان في عندي في الخيارات تزداد درجة غليان الماء، كنت أنا هون موجود في مشكلة، فأنا لازم أوضح. إذا أنا كان قصدي عن تجمد الماء، طبيعي أني ما أجيب تزداد درجة غليان الماء، لأنه ملح الطعام لما بنضيفه للماء وهو يغلي بيزيد من درجات غليانه. حتى نذكر بهذا الحكي، في كان عندي سؤال في تطوير المعرفة، تم تسخين ورصد درجات غليان المادة ألف إذا أضفنا 100 ملي من الماء، ثم المادة باء إذا أضفنا 100 ملي من الماء بوجود 10 جرام من ملح الطعام، ثم إذا أضفنا 100 ملي من الماء بوجود 20 جرام من ملح الطعام. إذا ملاحظين الرسم البياني، رجعت للسؤال إنه درجات الغليان شو بصير في المادة ألف وباء وجيم. أنتوا شو شايفين درجات الغليان؟ بتزيد. درجة غليان الماء 100 سيليسيوس، هيها في الحالة الأولى بدون وجود ملح. طب ضفت ملح ازدادت درجة غليان الماء، صارت 105 درجات. طب ضفت ملح كمان بكمية زيادة، ازدادت درجات غليان الماء. إذا لازم أنتبه هون إنه درجة غليان الماء بتزيد بإضافة الملح، ودرجة تجمد الماء بتقل بإضافة الملح. تمام؟ هذا هو السؤال اللي كان كثير مهم إنه ننتبه له. السؤال الثالث، أي العبارات الآتية صحيحة؟ هنا السؤال هو بده العبارة الصحيحة، لكن مش غلط إني أعرف كل عبارة شو الخطأ اللي موجود فيها، شو اللي منعها من إنها تكون صحيحة. ألف، يحدث التبخر من جميع أجزاء السائل. خطأ، التبخر بيختص بسطح السائل فقط، الغليان اللي إله دخل في جميع أجزاء السائل. باء، يقل التبخر بزيادة درجة الحرارة. خطأ، بتزيد عملية التبخر بزيادة درجة الحرارة، حكينا العوامل المؤثرة في عملية أو سرعة التبخر. يحدث الغليان عند درجة حرارة معينة. نعم، درجة الغليان معروف، درجة حرارة ثابتة بتبخر عندها كل السائل. توجد المادة على حالتين، غازية وصلبة، عند درجة غليان. لا، درجة الغليان بتكون الحالة اللي موجودة فيها المادة هي الغازية والسائلة. لو أنه كتب لي درجة تجمد أو درجة انصهار، بحكي أنها تكون موجودة في الحالة السائلة والصلبة. تمام؟ إذن هنا الإجابة غازية وسائلة، لأنها درجة غليان. السؤال الثاني، باختصار، عندي ثلاث أوعية، كل وعاء سميته باسم ألف باء جيم. هاي الأوعية محكمة الإغلاق، موادها نقية، لأنه كلياتنا بنعرف أن المواد النقية لها درجات انصهار، درجات تجمد، ودرجات غليان خاصة فيها. إحنا الإشي الواضح كان إلنا درجة غليان الماء 100 سيليسيوس، درجة تجمد الماء 0 سيليسيوس، اللي هي نفسها درجة انصهار الماء 0 سيليسيوس. تمام؟ هذه الثلاث مواد وضعناها في فرن درجة حرارته 150 سيليسيوس لفترة زمنية، وهاي درجات الانصهار والغليان اللي انعطت لكل مادة.
لو اجيت للمادة ألف درجة انصهارها 20 درجة غليانها 150، المادة باء درجة انصهارها 0 درجة غليانها 100، المادة جيم درجة انصهارها 220 درجة غليانها 370. السؤال كالتالي: ما حالة المواد ألف باء جيم داخل الفرن؟ ألف حالة المادة سائلة وغازية لأنه عندها درجة انصهار وعندها درجة غليان، واضحة. باء حالة المادة راح تكون غازية لأنه درجة انصهارها 0 فدرجة غليانها 100، إذا غازية. المادة جيم راح تكون حالة المادة صلبة. لو اجينا للفرع الثاني، إذا أخرجنا المواد الثلاث من الفرن مدة كافية حتى تبرد وتصبح درجات حرارتها مساوية لدرجة حرارة الجو 27 سيليسيوس، ما الحالة التي تكون عليها كل مادة؟ راح تكون المادة ألف في حالة السيولة، والمادة باء راح تكون في حالة السيولة أيضا. طيب السؤال الثالث سؤال جدا مهم، لأنه بيوضح إذا ما كان واضح عندي خلال دراستي للدروس أثناء ما أخذنا التبخر والتكاثف وبعدين أخذنا الغليان وبداية ما راجعنا الفصل. حاليا راح توضح العملية لبعض الطلاب والطالبات، لأنه كان في عندي سؤال كثير بتبادر لذهني، طب التبخر تحول المادة من الحالة السائلة للغازية، والغليان نفس الشيء تحول المادة من الحالة السائلة للغازية، طب شو اللي بيفرق بينهم؟ هذا السؤال راح يجاوب على كل أسئلتكم. طالب مني أعمل مقارنة بين التبخر والغليان، بالرغم أن احنا شرحنا ووضحنا شو الفرق واحنا بنراجع في المادة، بس مش مشكلة بنرجع بنأكد المعلومات. تمام، للي مش واضحة له الإجابات، شو التحولات اللي بتطرأ على المادة أثناء التبخر وأثناء الغليان؟ أكيد التبخر أو الغليان التغيرات اللي بتطرأ على المادة هنا راح تتحول من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية. تمام؟ طيب السؤال الثاني، درجة الحرارة التي يحدث عندها كل منهما، شو درجة الحرارة اللي بتحدث عند التبخر؟ عند أي درجة حكينا؟ أما الغليان عند درجة حرارة معينة. السؤال الثالث، مكان حدوث كل منهما في المادة، وين بتحدث التبخر في المادة؟ وين بحدث الغليان في المادة؟ حكينا أن التبخر بيحدث لسطح السائل، أما الغليان بيحدث لجميع أجزاء السائل. السؤال الأخير، اكتساب المادة للحرارة أو فقدانها لها، هون بصير التشابه بين عملية التبخر والغليان، إنه المادة بتكتسب الحرارة عشان تحدث عملية التبخر وتحدث عملية الغليان. فالخلاصة من هذا السؤال اتوضح على شكل دائرتين، التقاطع اللي موجود بين الدائرتين هو التشابه بين عملية التبخر والغليان، بأنه بتحول السائل لبخار وبتكتسب المادة حرارة أثناء عملية التبخر أو عملية الغليان. أما الدائرة التي لم تتقاطع مع الدائرة الثانية فهي بتتحدث عن أنه عملية التبخر بتفرق عن عملية الغليان، بأنه التبخر بحدث عند أي درجة حرارة، أما الغليان بحدث عند درجة حرارة معينة. التبخر بحدث لسطح السائل والغليان بيحدث لجميع أجزاء السائل. السؤال الرابع عفواً والأخير كمان مهم، معطيني أدرس الشكل الموجود أمامي اللي بيمثل تغير في حالة مادة باختلاف درجات الحرارة. أول إشي بتطلع لدرجات الحرارة، درجات الحرارة كانت فوق الصفر يعني 10 درجات مئوية فوق الصفر، بعدين عندي صفر، بعدين عندي درجات الحرارة سالبة بلشت تنخفض صار عندي 10 درجات تحت الصفر. تمام، درجات الحرارة لما تكون مرتفعة وتبدأ بالانخفاض إذا أنا في عندي عملية تبريد صار، إذا بدي أحط احتمالين يا تجمد يا تكاثف، لكن لما توصل لدرجة صفر سيليسيوس إذا بعرف إنه هذه بتحكي عن درجة تجمد المادة. تمام، وعند هاي الدرجة حكينا إنها بتثبت الحرارة لحتى تتحول المادة كلها من حالة السيول اللي كانت فيها إلى حالة الصلابة. مع استمرار انخفاض درجات الحرارة هيها تحت الصفر، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة هذا بيأكد لي على إنه المادة أو عفواً التغير الفيزيائي اللي موجود عندي هو تجمد. إذا ما التغير الفيزيائي اللي موجود في هذا الرسم البياني؟ التجمد، تحول المادة من الحالة السائلة للحالة الصلبة. باء طالب مني أحدد درجة انصهار المادة، عادي جدا، درجة انصهار المادة هي نفسها درجة تجمد المادة تساوي صفر سيليسيوس.
بده وصف لحالة المادة عند درجة انصهارها. كلياتنا بنعرف انه درجة الانصهار او درجة التجمد بتكون المادة موجودة بحالتينها، صلبة وسائلة معا، تمام؟ اذا شو بدها تكون المادة عند درجة الانصهار؟ بدها تكون في الحالتين، الصلبة والسائلة. يعطيكم العافية.